حبايبي ثيرد بريب، كل سنه وانتم طيبين. هنبدا اول دروسنا في الجبرا فيرست ترم 2024. طب يا مستر، انا لما ابص للعنوان الكبير التايتل ده يا دي النيله، ايه الكلمه دي؟ كارتيجن، مش فاهم. طب كلمه برودكت سمعت عنها قبل كده؟ اه، كلمه برودكت، برودكت كنا بنقول زمان عليها مالتي بلاي. فانا هاخد من دي السيمبل بتاعها، الرمز بتاعها. في مشكله؟ ايه بقى موضوع كارتيجن؟ احنا هنشتغل السنه دي برودكت، هنعمل تايمز؟ لا، مش هقراها تايمز، دي هقراها برودكت. ومش هشتغل على 2 تايم 3، لا، مش هشتغل على نمبر. امال هتشتغل على ايه يا مستر؟ قال لي هشتغل على حاجه اسمها سيت. طب انا نسيت كلمه سيت. سيت اللي هي كان بيبقى لها ايه؟ كيرلي بريسز. وكان بيبقى فيه جوه هنا حاجات. في مشكله؟ طب ده الكارتيجن برودكت. بس الراجل ده لما جه يشتغل ما بدأش بده، بدأ بحاجة تمهيد ليه خدناها زمان اسمها ايه يا مستر؟ قال لي اسمها اوردر بير. طب ما انا برضو ناسي. ده شكل للاوردر بير. تعال انت بقى مستر بالراحة عليا وقول لي، انا مش شايف الحتة اللي تحت، بص بقى وقول لي الاوردر بير ده. انا خدته في بريم 2 بس نسيت. تعال افكرك يا مستر، احنا خدنا الفورم ده انترفال كان بريك 2، وكان بيبقى فيه هنا حاجتين، شكرا، والسمول قبل البيجر. وخدنا الراجل ده كنا بنقول عليه ست، يبقى انت كنت انترفال ودي كانت ست. احنا دلوقتي هناخد الشكل ده اوردر بير، يبقى ده اوردر وكلمة بير. كلمة بير يعني اثنين، زوج، زوج دبل. فهنا يبقى عندي حاجتين، الصغير الأول ولا الكبير مش فارقة. لكن كلمة أوردر يعني في ترتيب، يعني أنا ما عندي نبيل إسلام، هل ينفع نبيل يجي على الكشكول يقول إسلام نبيل؟ لا. أهو الأوردر بير ده كده، يعني ايه؟ يعني انا لما اقول 2 و5 ما ينفعش اقول ايكوال واعمل كوميتيتيف ابدل واقول 5 و2، لا. ادي اول حاجه لازم اعرفها. طب ودي انا محتاجها في ايه؟ ابدا، انت محتاجها ان انا في فرق ان انا ابدا بال 2 وفي فرق ان انا ابدا بال 5، ما ينفعش بمزاجي. الكلام ده ينفع في السيت؟ ايوه. ما ينفعش حتى في الانتر. كمل ولا عيد الحته دي تاني؟ تاني. اوردر بير ادي شكله اهو، جوه في حاجتين عشان كلمه بير، جوه مش مهم الصغير والكبير، بس اوردر بير عشان اقول انه ايكوال لاوردر بير لازم الفيرست ايكوال الفيرست والسكند يبقى زي السكند. ركز بقى معايا يا مستر، الكلام اللي انت بتقوله ده، بص الراجل ده بقى هنا عمل ايه؟ حد مش شايف؟ أنا يا مستر مش شايف، لو سمحت كبر. كده كلنا شايفين؟ بص معايا كده، تعالى نختار أي حاجة سواء من الناحية اليمين أو الشمال، اختار مسألة، أي مسألة. حبيبي عندي حاجة اسمها نمبر، أقول النمبر، أشاور بإيدي سبحان الله ولا إله إلا الله، نعم حبيبي. عايز دي؟ طب دي اسمه إيه ده؟ إيه الباور 5؟ حاضر يا عم. نبي أنت واد عسل. دايما لما باجي اخد درس ما اخدش اصعب حاجه. ومع هذا تعالوا نشوف حمزه، وانا مبسوط منك يا حمزه عشان انت على الاقل ايه بدات الكلام معايا. تعالوا ناخد المساله دي، حد يقراها لي. ايه باور 5 ومعها بي باور 2 ماينس 1 32 معايا كيوبيك روت. بص يا عم، نروح للصفحه المشخبطه وتعالوا نشخبط. خلينا نتفق اتفاق. لو انت خدت بالك من السؤال، الراجل ده عامل كده وعامل كده، بس يا بابا، بس حبيبي، وعامل كده. سؤال، هو قايل لي ان ده ايكوال لده؟ ايوه. اسمع بقى، لما هو يقول لي اوردر ايكوال اوردر، حضرتك ترد عليه وتقول ايه؟ بص بالبلدي، بالبلدي،
الفيرست ايكوال للفيرست والسكند ايكوال للسكند. يا مستر انت قلتها بس كتبتها بالعربي، خليها لك انت يا عم اول مره بالعربي. كمان مره لما يقول لي ايكوال هترد تقول له فيرست ايكوال فيرست. شكرا خلاص باي باي. يبقى احنا ناس قلنا الاول بالبلدي، خليك كده بلدي وبعدين نبتدي نتكلم سوا. عندنا حمزه قال لي انا عايز مساله. سوري يا حمزه، معلش يا حمزه. ايه الباور 5 ومعاها بي 2 ماينس 1 بس باور 32 وهنا كيوبك ل 27، في مشكله؟ يلا بقى نقول مع بعض. لما الراجل ده يقول لي كده اف ويجي يقول لي كده ذن، عايز الاي بكام والبي بكام؟ عايز الفاليو بتاعت ايه لوحدها والبي لوحدها. حضرتك اول حاجه تقولها اورال قبل ما تمسك القلم. يلا حبايبي. ستوب ستوب. الفيرست ايكوال، تعال نترجمها. الفيرست هو اللي قبل الكوما، يبقى انا هاجي اقول ايه باور سوري 5 ايكوال، روح هناك يلا. ها؟ ايه؟ 32. في مشكلة؟ أنا قسمت الصفحة نصين. آه، ودي الطريقة، هعمل كده. في ناس بتحل تحت بعض. نسيت أقول لك، بس أنا عايزهم يبقوا جنب بعض كده في صف بعض. إشمعنى؟ أصل أنا احتمال بعد كده أدي لك هنا إيه وأدي لك هنا إيه. فلو جبت إيه من هنا أحطها هنا، لو جبت إيه من هنا أحطها هنا، هنقول الكلام ده. يلا بقى معانا حسن على التليفون. بعد اذنكم ادوا فرصه لحسن كل مره يقول انا اجي اجاوب العيال اللي انت جايبهم مشاغبين. يلا يا حسن هنقول ايه؟ خدنا الفيرست ايكوال فيرست. يلا بقى قول لي مين السكند؟ كل اللي بعد الكوما. ايوه كده قولها تاني بصوت عالي. ايوه كل ده حبيبي هو السكند. مالك قال اشمعنى هو اطول مني؟ مالك مين بقى السكند يا قمر؟ عارف لو انت عديت صوتك شويه؟ ايوه روت 3. حاضر 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 حق عليا يا مالك انا اسف. قصدك الكيوبيك بتاع 27 كيوبيك روت 27. في مشكله؟ يبقى انا كل اللي عليا. بص بقى منى بتقول لي ايه؟ يعني انا لما الاقي اوردر بي ايكوال اوردر بي اقول ايه يا منى؟ شكرا. مي بقى قالت اشمعنى هي؟ يبقى هنقول ايه يا مي؟ ها؟ كل اللي قبل الكوما هيبقى ايكوال كل اللي قبل الكوما، كل اللي بعد الكوما ايكوال اللي بعد الكوما، لغايه كده في مشكله؟ حمزه ما سكتش. فحمزه قال لك ايه؟ قال لك انا اتعلمت من السنين اللي فاتت لو انا بقول له اكس باور 2 ايكوال 4 انا عايز اكس اعمل ايه؟ الله عليك حبيبي 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 جنيه اهو. يلا لم 5 جنيه النهارده على الاقل. اسمع بقى. قال لك لما بيبقى في هنا سكوير باخد سكوير روت. ركز بس معايا. طب لو معايا بصوا بقى نبيل مش هيصبر. اكس باور 3 لو هنا 27 هنعمل ايه؟ الله بص عشان اقول لك يا هيسكت مش هيسكت لك. ايه؟ سوري. جدع يالا جدع. بص عرفت اصحاب اصحاب. حلو، تعالى بقى نقول حاجة. مي قالت اشمعنى هما؟ ولا أنت تشتغل مع الولاد والبنات؟ لا. لو أنا قلت بقى الباور 4 إيكوال مثلا 16 وأنا عايز إكس، أقول له بص بقى مي بتفهم، قالت لما كان باور 2 آخد سكوير روت. لما يبقى 3 كيوبيك روت. طب لما يبقى باور 4 لا آخد الفورث روت. طب ما انا دي ما خدتهاش. فما بالك لما تبقى ايه 5؟ يبقى هناخد ايه؟ الفيث روت لل 32. دي جديده عليا ولا يهمك. امانه عليك اسكت. حضرتك بقى هتروح رايح في الخلاط. ازاي اعمل يا مستر؟ فيث روت 32. اسمع حبيبي. عندك في آلتك الجميلة، اسمع عشان انت ما تطفر مش انا. شيفت مع المفتاح بتاع اكس اللي جنب اكس سكوير. انا كده هنور عشان تشوفوه كلهم. يلا حبيبي آلتك هنروح على مفتاح شيفت، وعندك بعد كده مفتاح اهو اللي هو جنب السكوير روت على طول.
اللي هو الرسمه بتاعته عامل كده، وهنا في ميسنج وهنا في ميسنج. ده بعمل شيفت مع مفتاح اكس الباور اهو، يديك الشكل ده. لقيناه؟ اسمع بقى، تعالوا يلا مع بعض، في حد لسه ما طلعهاش؟ نقولها تاني اهو يا مستر. شيفت وادي، ها كله معايا؟ هنكتب اول حاجه فوق كام؟ 5. يلا نكتب فوق 5 اهي، وتنزل بالاسهم واكتب 32. حاضر. طب واحدة واحدة على ولا يهمك ولا يهمك. تعالى يا مستر نعمل ستوب ونبص على الكالكوليتر. كل اللي عليك هتدوس ايكوال. يلا يا بابا ايكوال. شكرا بالشفا ان شاء الله. يبقى انا هنا طلعت لك الفاليو بتاع ايه ب 2. يبقى انا عندي اهو بدل المساله شرحنا 4. لو كانت باور 2 اكس سكوير، بس اقول له خد بالك كل الطلبه بتتسرق لانه بيشتغل بالكالكوليتر، بينسى ان لما تبقى باور 2 عندي 2 سولوشن بوزيتيف ونيجاتيف، لكن لما تبقى كيوبيك عندي 1 سولوشن. طب ما تقولها بشكل اجمل، لما يبقى الباور ايفن يديني 2 سولوشن، وده شغلك ان شاء الله في السكن. لما يبقى الباور يعني ايه ايفن؟ يعني 2 4 6 8 يديني 2 سولوشن. يا 5 انت ايفن ولا اود؟ انا اود. يبقى تديني حل واحد اهو. اقول تاني؟ تعالى بقى نروح النص ده، ركز بقى معايا. النص ده يا مستر، تعالى بعد اذنك بقى نشيل دي. بص بقى معايا. انا عندي كيوبيك روت ل 27. طب ما انا جايب الانسر بتاعتها. اسيب دي كده؟ طب يلا مع بعض نجيب. ما انا عارف حبيبي، انا عايزك بس تتعلم. يبقى انا لقيت كيوبيك روت ل 27. طب ما انا اكتبها في الكالكوليتر، ادي اهي جاهزه من غير شيفت ولا حاجه. سوري، ادي يا مستر الكيوبيك بتاعي اللي هو شيفت، وادي المفتاح بتاعه اهو، واكتب 27. شفتوها؟ كلنا عرفناها. كتبنا 27. يلا ايكوال. شكرا، ركز بقى معايا. يبقى هنا ادي 3. بص بقى عندي في الناحيات دي بي باور 2 ماينس 1. الفورم ده ما يفكركش ان هو ايكويشن؟ اه. طب احلها ازاي؟ علي ياد صوتك. اكسلنت كريم. انقل ال1 فتبقى بي باور 2 3 بلس 1 ب 4. بقت عندي بي باور 2 4. مش لسه قايلها؟ لما يبقى حاجه باور 2 هيبقى سكوير روت لل 4، بس هيبقى عندي ايه؟ الله عليك، ويا ريت تاخد بالك. بص بقى، يبقى طنط بي بوزيتيف نيجاتيف 2. قول تاني. استنى بقى اروح اشوف هو كان عايز ايه. بس بي بس. طب ايه مع بي؟ طب بلس ماينس. ده النقطه الاخيره، انك بعد ما تعرف الاي بكام والبي بكام، فايند ذا فاليو اوف اي وبي، كل واحده لوحدها. لكن ممكن في تمارين ثانيه يقول لك انا عايز اي بي، اي بي. بص كده، لو قال لك اي بي يبقى يقصد ايه؟ ايه؟ اكسلنت. طب لو قلت لك اي بلس بي؟ يا عم والله عارف، انا قصدي تبص هو عايز ايه؟ عايز ايه لوحدها؟ بي لوحدها، اجيب دي لوحدها ودي لوحدها. عايز ايه دي؟ اعمل تايمز للانسر والفاليو بتاع ايه والنون تاني. طب احنا دلوقتي الراجل الجميل عم حمزه خلانا حلينا اصعب فكره. تفتكر لو انا قلت لك نمبر 1 او نمبر 2 اختاره وبسرعه، وانت اللي تحل مش انا.